السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة عبقري المعلومية. جئنا لكم اليوم بجديد وخاصة لأصحاب الدراسة والذين يدرسون والذين يقرؤون بعض الكتب. جئنا لكم بطريقة اليوم جد بسيطة وقد يحتاجها البعض أو البعض الآخر قد لا يحتاجها، وهي كيف أحول هذه الكتابة التي تظهر لكم بالكاميرا وهي من طرف كتاب كونديد الذي نقرأه في البكالوريا، سنضعه كتجربة. إذن كيف سأحول هذه الكتابة المكتوبة على الكتاب إلى ملف PDF وسيتم قراءتها من طرف الابليكيشن بالصوت وكتقرأها عليك سيدة في الابليكيشن. إذن لنرى كيف نحول هذه الكتابة إلى PDF. إذن كل ما عليكم هو التوجه إلى الجوجل ماركت أو البلاي ستور والتوجه إلى سيرش وكتابة تكست فيري. هذا التطبيق تطبيق مميز، ومن المميزات التي أعجبتني في هذا التطبيق عندما يحول لك الصورة التي أنت قد قمت بالتقاطها لكتابة على كتاب ما أو مجلة أو أي شيء، تقرأها عليك سيدة بصوت امرأة تقرأها عليك وأنت تستمع وتتبع الكتابة. إذن كل ما عليك هو أن تعمل انستال لهذا التطبيق، وعندما يتم انتهاء التثبيت قم بعمل open. افتح البرنامج وتابع معنا الطريقة. إذن هذا هو التكست الذي قد حولته وقمت بتصوير له صورة قبل أن أسجل لكم الحلقة. لنرى كيف سنفعل ذلك. إذن قبل كل شيء يجب عليك أن تضغط على Added Language وتختار اللغة التي تريد أن التي أنت ستلتقط لها صورة. الآن مثلا أنا قمت بالتقاط صورة لكتابة لنص بالفرنسية، سأضغط على French ثم ستجد هنا عوض تجد Download، تضغط عليها وتنتظر حتى يتم التثبيت. ترجع إلى هنا ثم تضغط على أيقونة الكاميرا وتم تلتقط صورة كما سأفعل الآن، ولكن قم بالتقاطها كما سألتقطها على هذا الشكل. وأتمنى أن تكون الكاميرا التي ستلتقط بها هذه الصورة تكون جيدة لكي تتم عملية السكان بنجاح. إذن تنتظر حتى تتم الصورة ثم تضغط على نافذة OK وتنتظر. سيقرأ البرنامج أو هذا التطبيق سيقرأ هذه الصورة ويترجمها إلى على شكل كتابة، ويطلب منك أن تختار الجانب الذي أنت تريد أن تعمل له كوبي ترجمة إلى تكست وليس لصورة. تعمل له على شكل الإدج كما أفعل أنا الآن. تابع معي هذه الطريقة وقم بما سأفعله الآن مثلي هكذا، ثم اضغط على هذا الزر. سيطلب منك ما هي اللغة التي أنت التقطت لها صورة. أنا سأضغط على الفرنسية لأن النص الذي قمت بالتقاطه بالفرنسية، وسيقوم بتحويله إلى تكست خلال دقائق. إذن كما ترون الصورة تتحول إلى كتابة، وتستطيع أن تأخذ هذه الصورة على شكل PDF أو دوكيمو، تستطيع أن تحتفظ به في الدوكيمنت الخاص بك. إذن تمت العملية بنجاح، فيمكنك أن تعمل كابي وترسله لشخص ما، أو تضغط على زر PDF لكي تحتفظ به كملف PDF، أو تعمل له أمبريمي. وهناك العديد من الأشياء التي تفعلها بهذا التكس، ولكن إذا ضغطت على OK وضغطت على زر الصوت ما قلت لكم في بداية الحلقة أن هناك ميزة في هذا التطبيق، وهو يقرأ لك النص الذي أنت قمت بالتقاط له صورة. هذا فإذا كان لديك أي فرد أو أي شيء وتريد الحفظ، جعل النص عبارة عن قراءة صوتية، ويمكنك أن تعمل له ترانسليت ترجمة أو أي شيء
فلديك النص الآن يمكنك فعل به أي شيء. هذا كل ما في الأمر. كان معكم محمد كمال المضاء أقدمكم لحلقة. لا تبخلوا علي بلايك إذا ساعدتكم هذه الحلقة. ودمتم في رعاية الله، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.